السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم. قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية تظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجل كلما ازداد عدد المشتركين عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والمستفيد والأسرة والجرحى والأسرة والأمر والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، قناة المتقاعدون العراقيون على قبل 3 سنوات وبالجيري وبالجنيف وبالبيت، فاحنا عرفنا محاسبة الفاسدين والقتلة وازدهار العراق. هذا اللي بدنا اياه، ارجاع الحقوق لاي مواطن. اهلا وسهلا بك. شكرا.